الرابع من أركان الإيمان. هاي ركن تيبون نحن ركن إيمان. الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بأنهم عبيد لا يعبدون عليهم الصلاة والسلام. ورسل لا يكذبون. هاي بندا بوكي تنو من نجي بمحاو بمحاو ريكو من نجي كهاء لاي. وأن الله أرسلهم. هاي الله تعالى جنات دال بنجاه بوكي ما. وأوحى إليهم. هاي الله تعالى بان بدل وحي ما بوكي. وأيدهم بالآيات. هاي الله تعالى بان براب أمبي بوكي نورار الآيات. أدوا الأمانة التي ائتمنهم الله سبحانه وتعالى عليها. هاي بوكي نن أنواد نو أوي دال الله تعالى بان بدل. ونصحوا الأمة. هاي بوكي جنات دال أمبي ونيو ريكو نأسيحات. وبلغوا كل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى بتبليغه. هاي بوكي أنوار نرال بركان هذا الله تعالى برا أي بوكي نال توجبوا أمات نن أمبيوني بوكي أسقال الله. وجاهدوا في الله حق جهاد يعني أتوا بجميع أنواع الجهاد بذلوا كل ما لديهم من جهد في نشر هذا الدين. بوكي كم برن براين تان كم لان كاي جات بوكي بوبي كروب أبسات دمباي أمبيوني وريكو دعوة بندا أمات أمات تنو أي إيمان جيتو جمبو الله سبحانه وتعالى. أول الأنبياء آدم عليهم الصلاة والسلام. هاي نبي منك بنقاك آدم عليه السلام. أول الرسل نوح عليهم الصلاة والسلام. هاي رسول منك بنقاك نوح عليه السلام. خاتم الأنبياء والرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. هاي نبي شنكراك نبي محمد صلى الله عليه وسلم. كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو كاذب وكافر كفرا أكبر. هاي نأنا هذا بتنقلون تا في كجي نبي ريكو جي رسول كراي أمبي نبي محمد كباق برحتن أه.